ارفع راسك، ليش انت سويت فيني هيك؟ ليش؟ لأن أنا يا زدي أنا كنت 14 سنة لما أنت اغتصبتيني. ارفع راسك، أنت عندك أخت، عندك أحساس وعندك شرف. أنا كنت 14 سنة، أنا كنت عمر بنتك أو ابنك وعمر أختك. أنت دمرت حياتي، أخذ مني كل شيء اللي أنا أحلم فيه. كان يوم من الأيام أنا كنت بإيد داعش بإيدك، بس هسا أنت خلي أنت بتعرف شنو هو العذاب، شنو هو التعذيب، شنو هو الوحدة. إذا أنت كان في عندك شوي إحساس أنت ما اغتصبتيني لما أني 14 سنة، أني كنت بعمر ابنك بعمر بنتك.